انت مالك غير هو يعني الايه القرانيه خلوها وانا افسرها الى تفسير بحيث عقلي ومنطقي حتى يقر بانها ليس في رسول الله. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. رسول الله يدري يعلم بالانسان الذي ياتي الى المسجد هو يتزكى ليس ياتي من فراغ، هذا من الله. ها او يذكر فتنفعه الذكرى. شوف، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يتزكى. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. شوف كلا انها ما اعرف عنها يعني. كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه. ما اقدر اقراها زين الكتاب. يعني رسول الله عندما ياتي اي شخص قدم بمجموعه اثمان ابن عفان عبس وتولى ونزلت الايه وقراها رسول الله. قابل رسول الله يقراها على نفسه؟ قابل رسول الله من نزلت الايه به قال فيها رسول الله؟ لا، ما قال فيها رسول الله. كل ايه تخاطب رسول الله ياتي بها اسمه، كل ايه تاتي الى رسول الله ياتي بها اسمه. زين، سلام على ال ياسين. شوف ياسين والكتاب الحكيم. شوف باوى يا محمد، قل يا محمد لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة. مخاطبه، نعم ال ياسين، نعم مو الياسين، ال ياسين بالاء مفتوحه، مو الياسين. الياسين ذي شيء لنبي، هذا ال ياسين، وياسين اسم محمد. زين، مو الياسين. شوفوا شلون يحرفون القران. سلام على ال ياسين، آل مكتوبة آل مو إل. الياسين، الياسين نبي، الياسين نبي، وما سلم على آل إلا آل النبي بالقرآن الكريم. أفتح القرآن ما أفتح القرآن، يعني أنا قاعد ألفق لك أنا، يعني أكون النبي. هذا يألف آيات رسول الله يقرأها على نفسه. قابل رسول الله من نزلت الآية به قال فيها رسول الله؟ لا، ما قال فيها رسول الله. كل آية تخاطب رسول الله يأتي بها اسمه، كل آية تأتي إلى رسول الله يأتي بها اسمه. زين، سلام على آل ياسين. شوف ياسين والكتاب الحكيم. شوف باوى يا محمد، قل يا محمد لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. مخاطبة، نعم آل ياسين، نعم مو الياسين، آل ياسين بالاء مفتوحة، مو الياسين. الياسين ذي شيء لنبي، هذا آل ياسين، وياسين اسم محمد. زين، مو الياسين. شوفوا شلون يحرفون القرآن. سلام على آل ياسين، آل مكتوبة آل مو إل. الياسين، الياسين نبي، الياسين نبي، وما سلم على آل إلا آل النبي بالقرآن الكريم. افتح القران ما افتح القران، يعني انا قاعد الفق لك انا، يعني اكو نبي من الانبياء سلم الله سلم على اله؟ ماكو. لا قال سلام على اله هارون. اسمعني 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 اترك كلمه ماكو الان.